جريل ولا في هذا الشيء الفاسد. نشكرهم هو المسؤولين جازي الشكر ونساعدهم في مسيرتهم النضاليه لانهم يناضلون من اجل الصالح العام ومن اجل هذه الامه من اجل الديمقراطيه الحقه المسؤوله والشفافه التي يتغنى بها الجميع وانها لا اساس لها في الواقع. ان المغاربه اصبحوا كانهم يعاملون معامله ما بعد الطور الوسطى كان هذه الناس باقين لا يعلمون شيئا. ألا يعلم بأن العالم هو أصبح قرية صغيرة واسطة علماء والكمبيوتر وكذا إلى آخره؟ على سبيل المثال إحنا نعيش حروب متوالية الآن في سوريا وممنوع جميع القنوات لما فيهم الجزيرة وغيرها، ومع ذلك واسطة الإنترنت واسطة الكمبيوتر كأننا نعيش معهم في الحرب الذي يواسينها، ولا يكفي أن أشكركم على الاستفادة وشكر الحزب.